السلام عليكم. اليوم راح نصور هالفيديو هذا ونوريكم طريقة اكثار الياسمين المتسلق. هذا النوع من الياسمين اسمه الياسمين العراقي او الياسمين العرتلي او الياسمين العسل الياباني، جابانيز هاني سايكل يسمونه. وفي طبعا كذا طريقة للاكثار، انا وريتكم سبق اني وريتكم طريقة ان ما نقص الغصن، نخلي يعني مرتبط مع الام ويكون في الاصيص، نزرعه ونتركه فترة. اليوم راح نوريكم طريقة ثانية، طبعا طريقة الاكثار بهرمون التجذير وبالتربة. بعد ما نختار الغصن هذا يكون بطول 16 سنتي، اقول عفوا 60 سنتي او اكثر شوية، نحط طرف الغصن مكان القطع هذا شوية بالماء، وبعدين نستخدم هرمون التجذير ونقرس، نسوي حفرة في التربة اللي احنا بنزرع فيها بالأصايص هذولة، على اساس ان هرمون التجذير لا يروح على جدار الحفرة، يعني ينزل هرمون التجذير يتعلق في المكان القطع وينزل لتحت في نفس المكان اللي احنا راح يعني الجذور تنمو فيه. يلا كومار بلش. سوي لنا الحفرة هذه باستخدام اي آلة عندنا، دائما الحفرة هذه نخليها بالنص، نغرس الطرف هذا بالهرمون التجذير. هرمون التجذير هو عبارة عن بودرة تساعد العقلة على نمو الجذور. اوكي، هذه الطريقة، شوفوا هذه البودرة، يلا نغرسها بهالطريقة هذه ونسكر عليها، ودائما نخلي العقل مالتنا ما نخليها بالشمس المباشرة، نشوف لنا مكان يكون فيه ظل، يعني بحيث ان نور الشمس توصل لكن اشعة الشمس ما توصل. ويفضل عادة يعني يفضل ان نحط العقل هذه داخل حاضنة على اساس الغصن لا ينشف قبل الجذور تنمو. فاحنا الحين راح ندخل هذه الاصايص، ندخلها داخل حاضنة ونتركها الى ان تنمو. طبعا الجذور تنمو، عادة تنمو الجذور من 30 الى 45 يوم تنمو الجذور، وهذه الحاضنة اللي نستغلها دائما لأنها تكون فيها نسبة الرطوبة أعلى من المحمية. نترككم داخل. وهذه طبعا الياسمين، هذا النوع من الياسمين يطلع وردة حلوة شكلها مثل الورود اليابانية، ولها عطر فواح خصوصا بالليل، وغالبا يعني ما نزرعها احنا في مدخل البيت، الأساس اللي داخل واللي خارج من البيت يشم ريحتها. وشاكر لكم.